خدامي ناخد ما قد الحال، خدامة في تشب النعيش، كنا ناخد 80 درهم في النهار. طلبوا لي الفلوس وانا ما عنديش، انا قد الحال. عيش يا نائم. عيش بزاف والله، ما صافي عيش من تمن الدنيا. معايا واحد السيد مول الجلابة غادي يدخل عليك الفرحة ان شاء الله باش تخلص كاع داكشي اللي خاصك. الله يجازي بخير، الله يجازي بخير، انا الله يجازي بخير. خذ لك. الله يرحم لك الوالدين. الله يفرج عليك. الله يجازيكم بخير. ما تبقاش هنا في الزنقة، دخل الوليد ودير الإجراء. هذاكشي اللي كاين، ما نخليش، أنا نغطى، دابا ما عنديش شرمان، والله ما عندي. إلا كنت غطى بمانطا أنا ويا أمي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. جينا مع مول الجلابة اللي هو بطبيعة الحال مع الفقراء. الخلية اللي هي جنود الخفاء. تواصلوا معاه، ربط بينا الاتصال من أجل أيمن. الوليد شاب تيخدم خدمة بسيطة جدا. القصة ديالو على ولده. النهار كامل هو هنا من أجل التحاليل، من أجل الإشكاليات. يتنفس بالابن ديالو صغير، تبعوا معايا. السلام عليكم. سلام. انت هو ايمن؟ انا هو ايمن. الوليد ديالك كاين معاك هنا؟ كاين معايا. حنا كنشوفوه. النهار كامل انت هنا، علاش يا ايمن؟ كيتخنق ليا. ايه؟ كيتخنق ليا في الليل وبزاف. ماشي، كيتخنق ليا وما كنعش. معايا دابا اخويا هو اللي معايا دابا قدام السبيطار، وكابرينا في دار ابو عزه، حتى واحد ما كيعقل عليها. خلى على الله وصافي. خدامي على خدمه على قد الحال، خدامه في تشب النعيش، كناخذ 80 درهم في النهار. خلى. جبتي الوليد هنايا؟ جبت الوليد مرض ليا. مرض ليا كنتسنى انا قدام السبيطار. شنو طلبوا ليك؟ طلبوا لي الفلوس وانا ما عنديش، انا على قد الحال. طلبوا لك سكانيرات، طلبوا لك تصاور، شنو طلبوا لك؟ طلبوا لي بزاف د الحوايج، طلبوا لي الاكسجين وبزاف د الحوايج. انت ما عندكش؟ وانا ما عنديش. عييتي نائم؟ عيش بزاف والله، ما صافي عيش من تمن الدنيا والله. ولادي كنشوف فيهم كيتكرفسوا قدام. معايا واحد السيد مول الجلابة غادي يدخل عليك الفرحة إن شاء الله باش تخلص كاع داكشي اللي خاصك. الله يجازي بخير، الله يجازي بخير، أنا الله يجازي بخير. خذ لك. الله يرحم لك الوالدين. الله يجازيكم بخير. الله يفرج عليك. الله يجازيكم بخير. ما تبقاش هنا في الزنقة، دخل الوليد ودير الإجراء. هذاكشي اللي كاين، ما نخليش، أنا نغطى، دابا ما عنديش شرمان، والله ما عندي. إلا كنت غطى بمانطا أنا ويا أمي. إلا كنت شاف فيا بنادم. مسكينة في العروبية تما. يلا معايا انت وشوف هاد الدار كي دايرين كيعيش. لا المدام ديالك مسكينه في العروبيه. تما في العروبيه. دابا هي تتشوى على ولدها وانت النهار كامل انت هنا. بزاف بزاف، ما عرفتش الحل، حيتش لا هي لا انا، ما عرفتش. جاو عندك شي ناس قبيله وسولوك، عاد ربطوا به الاتصال وعيط لينا حنا. بزاف. ومعاك قالوا لك اسمع من عندي السؤال، جاو عندك شي ناس وسولوك وعاودتي لهم القصه ديالك. عاودت لهم بزاف د الحوايج، لان انا ما كنتكرفس بزاف. لا بنهار لا بالليل لا ما. ان شاء الله هادشي اللي عاونك مول الجلابة غادي يكفيك تغطي الوقت. الله يجازي بخير، الله يجازي. الله يفرج عليك يا ربي. الله يجازي. الله يفرج عليك يا ربي. يلا ونوض دابا وتوكل على الله وهز هاد المانطا ديالك. الله يرحم لك الوليد. سير كمل الاجراءات ديالك. الله يحفظك. الله يستر لك يا ربي. الله يحفظك. لا ما تبانش وجهك. صافي انتقل من تما. سير الله يعاونك. مشاهدينا الكرام، الحلقة المقبلة احنا معكم، تبعوا معايا.